الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. الدرس الرابع عشر يا أفراد من كتاب الدرة البهية النظم الأجرمية للشيخ نور الدين ابن يحيى العمريدي رحمه الله تعالى. باب الإعراب هذا محل ومبحثه. الدرس الرابع عشر يا أفراد من كتاب الدرة البهية نظم الأجرمية للشيخ شرف الدين يحيى بن نور الدين العمريدي رحمه الله تعالى. إعرابهم تغيب باب الإعراب إعراب كباب كيس باب الإعراب مركب حلوغها لدرب دور مسألة تعريف الإعراب إعراب كقي حديث اللغة واصطلاح أقسام الإعراب إعراب كقيبه سنوالغها لدورة كذب يسيء كالقاتا. باب الإعراب إعراب كباب كيس باب الإعراب إعرابهم تغيير آخر الكلم تقديرا أو لفظا لعامل عرم. أقسامه أربعة فلتعتبر رفع ونصب وكذا جزم وجر والكل غير الجزم في الأسماء يقع وكلها في الفعل والخفض امترع وسائر الأسماء حيث لا شبه قربها من الحروف معربة وغير ذي الأسماء وغير ذي الأسماء مبني خلا مضارع من كل نون قد خلا. باب الإعراب هذا محل ومبحث بارك دور مسألة إنه كذا لنا إعراب تعريف الإعراب إعراب كقيحد الإعراب لغة الإبانة عظيم بل معاني دور كو إماذا لكن الإبانة كقبص الإعراب لغة الإبانة عظيم تقول وحدي أعربت وحان عدي عما في ضميري وحي قلبي كجري واصطلاحنا كتابك كهلي إعرابهم إعراب النحات بعده نحو لي إعراب كوض تغيير آخر الكلمة تغيير أحوال ما شاء السوء قدر تغيير أحوال أواخر الكلمة كلمة كآخر كوض دور صموي تقديرا من جهة قدر أو لفظا من جهة النوى لعامل لأجل عامل عامل درتي عامل كاسو علم اللي أقاذي فيرها ما شاء السيدة فهم تركيب كأنكوسين يفهم إعراب لغة الإبانة اللي سوى عدين تقول وحدي أعربت وحان عدي عما في ضميري وحي قلبي كجري استلاحا محوكوية تغيير بعدي دور صور أوفر سعد استلاح الإعراب نحو لي محي إعراب يقان حق استلاح تغيير دور صور دور صور كاسو حقات قشع آخر الكلمة كلمة آخر آخر الكلمة كلمة آخر كلمة دور صور كاما إركا صور دعبا ما عامل باكر عامل و افر دور سوكا لبو وقيسا لفظي يا تقديري هضو موقضه قد يا كورنيك سيده جاء زيد رايت زيدا مرات بزيد دور سوكا هضو موقضه لفظي بالله هدول موقنه اني يسيت اني يس تقديري بالله جاء الفتى فتى ولي وفتى رايت الفتى مرات بالفتى اعراب محاني ودور سوكا حقيقة دورسون آخر الكلمة كلمة آخر كده دورسون قاس معركسون نعبا ما عامل باكين عامل دورسون قام يقول قيب سما لبا لفذي تقدير لفذي واكام موقضة تقدير واكام موقن انت هل كان كار إعرابهم إعراب النحويين إعراب النحات النحوي لي إعراب كود تغيير وكا تغييرها فاس كحرين مهمة دوا هلك تغيير أحوال أواخر الكلمة كلمة وينك آخر كو حالة ظهر الدور صومو تغيير كي سبدل كي سمهز سبدل كحقية قرأ آخر الكلمة سبدل كمحاكين اللي عامل انتاس سبدل كما يقوم قيب سهرين أدنى لفظنا وتقدير وك إعرابهم إعرابهم إعراب النحات نحول إعراب كو تغيير أحوال أواخر الكلمة كلمة وينك آخر كوضة حال كوضة دور صومو تقدير من جهة تقدير تقدير كواكيه أني يسو دور صوم واجرة لكن دور صوم مغضى معه أو لفظا من جهة اللفظ حق اللفظ نوخ ودور صوم مغضى سيدة جاء زيد رأيت زيد مرت بزيد زيد مروى قدم مروى قرن مروى حاصل عامل كدرت لعامل لأجل عامل عامل درتي أو دور صوم عامل كاسو علم اللؤق هذي عامل لؤق طيب أقسامه أربعة فلتعتبر
رفع ونصب وكذا جزم وجر هل كم حالك لقال أنواع الإعراب وحلا ما أقسام الإعراب لا ما قاعد عليه أقسامه إعراب كقيبيس هو ضمير كإعراب كوعلي أقسامه أقسام الإعراب إعراب كقيبيس وأربعة أفر ويه فلتعتبر هلا في ريو هلا جور قب فلتعتبر من الاعتبار فلتعتبر خذ بعين الاعتبار الآن مصاري خذ بعين الاعتبار أنت كور قب أقسام وأقسام الإعراب إعراب كقيبيس وأربعة أفر ويه فلتعتبر هلا في ريو هلا جور قب رفع وي كبد رفع قدوي ونصب كردوي وكذا سداس وكذا جزم الرب وجر هصرك جر وهصرك بعبارة البسريين بلا جر بسريين تهصرك وحوية قانا جر بعبارة الكوفيين خفض بعبارة الكوفيين خفض لبدا وهصرك ولبدا مدرسة أما لبدا مقالة نحو ذو كهنا قاضي لبدا وعراب وكتال عراق مالس كهول بضم بيه مركة بسريين وحاوبنا لمن كان نحولي ذا لكن عرب أنا هين أصالت أصل كودي هو العرب وصاين سيبه وي أصالت العرب معه وفروسية مقر أما كوفا وحاوبنا لمن كان عرب تقلش عرب القوح لابد أقول مركة إسخبتان كو كوفين تار لدوم دي جري وعرب تقلش إن ننكر قواعد ودبقل وبرش علمه وبرش موقت ملونشا ماي نمانك بسرين فير محاني وصلقي نحولي ومقال عراق كتال لكن بضم قوض وحي أهين ها نمان عن عرب أهين أسالت هلا وضع أبوه يأووغو عرب ما أهين لكن الوقت يبقى برت كوفيين تو عرب أهين عرب أسال لا والله هدي اللي سقطوا حقوق من المصريين سيبوا وجه رجع صرنا مع المصريين أقسام وأقسام الإعراب إعراب كقيبي سو أربعة نافروي فلتعتبر هلا فيري وهلا جور قب رفع قدوي إياه والنصب كردي وكذا وحال ميد الجزم كرب إياه وجر هاصلك جر وحان وبعبارة البصريين بعبارة البصريين عبارة الكوفيين وخفض وقد تقدم هالك سمر أن الجر هاصلك عريقه أن الجر هاصلقها عبارة بصرية والخفض عبارة كوفية ما هي صح هل كان أرك وك وقد تقدم وقد تقدم أن الجر عبارة بصرية ما هي صح والخفض عبارة كوفية وك واي وحل الاعراب مركب محيه فيره هذا الاعراب تعريف قيحي دي بعد ايش سمح اقسام الاعراب لما يقول نقضي افر رفع ونصب وكذا جزم وجر ورفع يا نصب يا خفض يا جزم وحل الاعراب يا وي مرك واسم كان بعد قال حرف وشبه يا فعل مضارع وخالي من النونين لبدا مهمه النحو دنا واعراب كاس والكل دمان والكل دمان والكل كل الاقسام المذكوره اقسام تي لسو شي ما قح اف رفع نصب خفض جزم سماه ماشي خفض جر النواله والكل دمان بي غير الجزم واحد جزم كان ريب كسو ريب يقع ودع كل في الاسماء اسماء الدحيس هل كان حاجه فهم اسمي واجد ماكو وأخرج مع الله خاصين خاص مبوليه خاصين وابهو شيء سبب اسم جدنجاء زيد اسم خرج رأيت زيدا اسم خاصين هذا وابهو شيء سبب مراتي بزيد مارك اسم ما قحرك وقت جد يا خرجيا خاصين وخاص بوليه وخاص بيوته خاصين وخاص بوليه ولا جزم فيها في الأسماء اسم الله مرحب غير الجزم الجزم كسر والكل كل المذكور بعد والكل أقسام تالله صار شيء لما أنت رفع ونصب وجزم وجر غير الجزم جزم كره يقع ودع كل في الأسماء أسماء النحل والكل لما غير الجزم جزم أنك هاي يقع ودع هو كل جاس في الأسماء أسماء النحل أسماء الجلاو
جود كورنيك أصلك وكلها كل المذكورة هذا وكلها أقسام هذا مات في الفعل فعل كده حيسيها تيكا والخفض أصلك بامتنع لكن ديدي امتنع خير توما ممنوع نقول هل كان محد كفان هل كان فيرا هل كان هو فيرسو وحال لويل ماشي أنواع الإعراب أما أقسام الإعراب أفر بوا جود كورنيك أصلك رام لبوا مشترك فعل مضارعي أسماء وإسرائيلية وجودي كورنيك رفع ونصب هل يهلنا خاص بيوكر إليه اسم وحوقة أصلك فعل جزم وحالي لأن الاسم خفيف اسمه خفيف والخفض ثقيل أصلك نوع عرسي فأعدي الخفيف للثقيل كيف وضائي كي عسلا والس والفعل ثقيل فعل وحوق بذيه والجزم خفيف ليتعادل بربر عيني مغلان اسمي هو خفيف محا خفيف كدي اسمي وحوت يا ذات زيد مركي اللي وزادني يا ذات ننكر انتو سلاسة بس فعل لكن وحوت يا الله باش حدث يا الزمن نعضو يا نعضو وقت يا نعضو ما قال لو ومن حاجة سهلة فيه علماء غار وحيدة اسمي خفيف الميدي سوى حاكم اسمي هل حرف على الأرض ضربت وطالس إيا بك كافكس فعل صد حرف بأوير إنو جرين يهمو كتابة ثلاثة بأوير والكل لما نقصان تانا مانت غير الجزم جزم وحان كاين يقع وادعا كلها في الأسماء أسماء دحي وكلها أقسامتي هذا الدمانت في يقع وضع كلها في الفعل فعل كدحيس والخفض هو صريق با امتنع خريب تومي وديدي لكن هو فعل قر وسائر الأسماء حيث لا شبه قربها من الحروف معربة اسم وحاصل وإعراب اسم مبني هذا أردت أرتو حالة الاسم اسم المعرب كقاعدة الاسم المعرب هو السالم من شبه الحرف وحكر نبات قال حرف إنه شبه وصائر الأسماء أسماء الله لما أنت حيث مال لا شبه الشبه وسجر أكاش شبه سوى قربها ودوية من الحروف حروف معربات من الإعراب وإي أسماء ومعرب هذا كبر نبات قال شيء حرف شبه لشبه من الحروف في مدني الفيون لشبه من الحروف في مدني حرف شبهدي هدوس ونوان معرب اسمي معرب كمحاله هو السالم من شبه الحرف حرف انه يكادو ديد يوكنا بدل ان حرف هو مبني وقت هدو حرف هو يكادو مخو نقرا مبني هدوس هو كانن معرب اسمنا محاصر معرب انه نقط اعراب ها الاصل في الاسماء الاعراب أسماء وحا أصل وإعراب مركة وحا دي هالكاس وما كان وما جاء مبنيا فهو على خلاف الأصل هدارة اسم مبني أصل كيبو خلافي وصائر الأسماء يا أسماء لما أنت حيث ما لا شبه شبه سجل شبه سوى قربها ودوية من الحروف حروف معربة من الإعراب وصائر الأسماء يا أسماء لما أنت حيث ما لا شبه شبه سجل شبه سوى قربها ودوية من الحروف حروف معربة من الإعراب وغير ذي تنغير كد على أسماء 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 غير كد يوم مبني والله بنينا وغير ذي تنغير كد على أسماء 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 المعربة وحرائن ومدي شبه ذي حرف كموت مدي حرف كشبه أسماء حرف كشبه ذي كود فعل ما فعل أمر حروف ما قال هسه فعل ماضي كو فعل أمر حروف ونن ونكل ريب لهاي أسماء ذا شبه ذي حرف أفرت ومبني فعل ماضي ونكل قاضي نسيق مبني بعض هسه ما يشهر إلي عركتي فعل أمر مبني حروف والحروف كلها مبنية ليه مبنية هكذا الريبي والحروف كلها مبنية هكذا الرب
أسماد الشبه ذي أسماد الشبه ذي حرف كوي ويفيد ضمائر الضمائر اسم الضمير وإلي عركتي مبن حرف مشبه وغير ذي تنغير كيد الأسماء أسماد المعربة وحي أنا هاي مبني والله بنين خلا مضارع مضارع خصور مضارع عسوك قد خلا خالك النقض من كل نور نور دمات نور التوكيد والنور النسوة لها وغير ذي تنغير كيد الأسماء أسماء تن معربة وحنا هاي مبني والله بنين هر مبني والله بنين خلا مضارع مضارع خصور مضارع عسوك قد خلا خالك النقض من كل نور نور دمات نور التوكيد والنور النسوة وغير ذي تنغير كيد على أسماء 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 المعربة وحناه مبني والله بنين خلا مضارع مضارع كسر مضارع عسو قد خلا خالك النقض من كل نور نور نبات نور توكيد ونور نسب فعل مضارع نقرم معرب النقض الخالي من النورين نور توكيد ونور نسب باب علامات الإعراب والله سبحانه وتعالى على ما قبلنا.